السلام عليكم مرحبا بكم حلقة جديدة من برنامجكم شاشا شو. في الحلقة ديال اليوم غادي ندويو على واحد الموضوع شوية حساس شوية كيضر في القلب ناري. الموضوع ديال اليوم هو العنف الزوجي. العنف الزوجي العنف الزوجي العنف الزوجي اي العنف الزوجي وغتقولوا لنا علاش 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 حيث اكثر من 75% ديال العيالات كيعانوا من العنف. هذا العنف بصفه عامه ولكن بصفه خاصه العنف الزوجي عندنا واحد النسبه مهمه في المغرب كيعانيو منه، والكلاس والترتيب ديال المغرب في العنف الزوجي احسن من الترتيب ديال المنتخب الوطني لكره القدم. العنف الزوجي كان عندنا في الدار وكيبقى في الدار، دابا ولا في الدار في الزنقه وكنشوفو في التلفازه. التلفازه انا دابا في التلفازه. وكنذكر المشاهدين بان الا بغيتو تتصلوا بنا فعيطوا لنا في هذا الرقم. ديما هذيك لاكارت ديال صلاح. فيش هذا صلاح؟ فيش هذا كاع باش تسمح ليا. الو معك مدام كرفيسي، انا جني السيجي ديالكم بغيت ندوي فيه دابا على غولاسيون انتخ لو ماري لا فام. الي سامبل خاطر المراه تعرف تعامل مع راجلها مزيان، باغ اكزومبل طيب ليه شي وقت مزيانين بحال اللي كنطيب ليه ديما. نيس با شيري؟ ميرسي شيري. صافي هادشي اللي كنت باغا نقول لكم، يلا اوفار. عطيتيها شيري تبارك الله عليك. جيسي اش موجده ليا اليوم؟ مزيان ساجين ليسبا ليسبا دون ليسبا دغي. طاجين هذا صبر ديال هادي تاخذي شي درج ماشي مفرنك دابا ليا مرتو ما كتعرفش طيب مزيان. لا من غير داكشي كما ما تبغيش اللي يضرب لك بنتك ولا اختك ما تبغيهاش تشغل مرتك. وكنذكروا المشاهدين ديالنا بان هذا البرنامج برعايه فعلال الراعي الرفيق شاشا شو. تليفون. السلام عليكم. معكم السي سمير مسؤول شركة. الموضوع ديال اليوم العنف الزوجي، ولكن انا ما نقدرش نقول لكم شي حاجه على هذا الموضوع حيت عندي واحد العنف ما عرفتش تسمى كاع. عندي واحد الولد كيتعصب كيتنيرفا مخليه رجع مني الخوف فين هو ما كاينش مخرجها مني عرفتي كندخل الدار كامل مراود الله يحفظه صافي، ولكن والله حتى نمشي عند المدير ديالي غنمشي وغنشكى منه ما عرفتش بقاش فيه. شكى ليا من المدير شوية نسيت عليه الاول بابا عروس بابا مساعد جدة يلا ولدك. واه ما يمكنش هادي ما يمكنش. اكتشفت واحد اللعيبه الدراري. شنو دابا لاحظنا اليوم جوج انواع ديال العنف، كاين الراجل ملي كتكون مع المراه والراجل ملي كيكون مع الدري الصغير. اذا المراه عقلها صغير كتخربق كتخربق ياك. انا نضرب دويره الدراري ماذا ما الكلام. ويا السلام عليكم. الو الدراري كتسمعوني؟ معك عبد القادر صاحبي. ما موضوع ما والو بيسل اصاحبي. شنو العنف بالراجل والمراه؟ الراجل اللي كياكل العصره ما راجل ما والو، الراجل هو اللي خصو يحكم في المراه ديما يحكم. كاينه العود الله يسكن صافي. جيب الزرواطه وسكشينا كفايه عليك يا ديما. او من تشفيت من خمس الزرواطه حكا صاحبي حكا صح. مفتاش مفتاشة الراجل راه ماشي هو المفتاش. راجل هو الشعر. مالا هذا مالا عارف اليوم. انا نضرب دويرة جاوب جاوب جاوب. السلام عليكم. الو الدراري ياه كتهضروا على العنف الزوجي. العنف الزوجي لقيناه وخرج كتقول لك راجلي ما يضربني صافي تزوجت وستات مادام. انا ما كرهتش راجلي يضربني يسلخني انا ديال العصا انا ديال انا ديال شحال الشعر كيعرفوش الزين جاوز كيعرفوش الزين خير هادي خلينا. وهنا الحلقه ديالنا سالات. نعطيكم موعد في الحلقه الجايه في موعد جديد نفس الوقت نفس البرنامج اللي هو شاشا شو.